هلا ومرحب، هلا ومرحب، يا هلا وغلا، يا هلا وغلا، يا مرحبا. حيا الله من جانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. يلا حيهم. مرحبا. يا هلا وناصر. حياكم الله. طيب. نقول حياكم الله في جازان. رتبت لكم جدول اليوم ان شاء الله استقبال في جازان وفعاليات الطبخ الشعبي مع الشيف ابو فراس استاذ علي جوحري، تعارف وامسيه شعريه مع ابو محمد. جهز نفسك ابو محمد. الله الله، بكره ان شاء الله من الصباح راح نزور ان شاء الله بكره مزرعه العين السياحيه، مزرعه وادي العين، وبعدها ان شاء الله راح نتغدى غدا خفيف وراح نزور ان شاء الله مهرجان البن الثامن، مهرجان البن الخولاني. طبعا يعتبر من اكبر المهرجانات في المنطقه، 8 سنوات على التوالي، هو كل سنه يحقق نجاح افضل من اللي قبله ما شاء الله، فشيء مميز ان شاء الله يكون اضافه لكم. بعد بكره ان شاء الله اللي هو يوم الخميس راح تكون زياره باذن الله لجزيره فرسان، فيها جوله بحريه، زياره للمانغروف والغابات القندل وبعض الجزر، وفيها زياره لبعض المعالم واهم المعالم في فرسان، والعوده الى جيزان باذن الله. يوم الجمعه ان شاء الله من الصباح الباكر، الجدول كله من الصباح الباكر الى المساء. يوم الجمعه ان شاء الله عندنا مغامره داخل وادي لجب، وجبه غداء في وادي لجب، وزياره للجبل الاسود، معانقة السحاب على قولهم، وبعدين بنرجع ان شاء الله في استراحه ابو فراس عندنا فعاليه دوار السعاده. يوم السبت راح يكون جوله صباحيه ان شاء الله من الساعه 6:30 الى 10 الصباح. نلحق الجو باقي بعد شويه، زياره للمزارع الفواكه الاستوائيه، مزارع المانجا في جازان، مزارع الموز، مزارع البابايا، غابات الدوم، زياره لوادي بيش، وبعدها نرجع ان شاء الله ناخذ قسطه من الراحه وجدول العصريه قبل الطيران ان شاء الله على كورنيش جازان، جلسه توديع كذا مع اليوم جينا واحنا من كرم في كرم صراحه، والله ليس مجامله، لان امامكم ما نطب قريه ولا نطب احد ولا شيء الا يتسابقون على الكرم وعلى الابتسامه وعلى الضحكه، يعني هذه بحد ذاتها تعطي اريحيه للشخص القادم من البلد، يعني الابتسامه الكرم، يعني فالله يبيض وجيهكم على الشيء هذا. نشكركم على كرم الضيافه وحفاوه الاستقبال، يعني شيء غمرتونا فيه وهذا شيء مهم مستغرب عنكم. فالحمد لله اللي جمعنا على الطيب والمحبة، أخوكم عبد الحميد المطيري أبو ناصر من محبي السفر والسياحة، الله يجمعنا على المحبة والخير دائما. الله يحييكم ضيوف المنطقة جميعا، وقلتها لبعض الأحبة وأقولها مرة أخرى، أقول أهل المنطقة إذا أتاهم ضيف وأرادوا أن يستبشرون به كالمطر مثلكم يقولون بلهجتهم أريناكم وأرينا المطر مسيل، فمرحبا ألف. أخوكم يحرياني محب وعاشق للشعر. الله يسعدكم ويبارك فيكم، شرفنا ان كنا يعني عندكم، ويعتبر يوم عيد اللي جيناكم في جازان الفل والكادي. اخوكم حسن الجهني من ينبع، ومن عشاق ومحبي السياحه والسفر، متشرفين بالجميع صراحه، وفرصه للتاريخ معكم هاني مذكر الحربي من مدينه منوره. معكم خالد شراحيلي. عشان نقول كثر الله خيركم وبيض الله وجيكم على السبال الطيب، واللي هو غير مستغرب عن اهل الكرم والجود اهل جيزان اللي هم اهل واحباب. الله يحييك يا مرحبا. اخوكم محمد حلواني من عشاق السفر والسياحه. اخوكم طلعت المغربي، بدايه زي ما تحفون الزملاء، الله يجزاكم خير على كرم الضيافه، وجزاكم الله خير على سعه الصدور والرحابه، طبعا من خلص ومن عشاق السفر. رمضان يحييكم. اخوكم علي فارسي من المنطقه طبعا ومن عشاق السفر والسياحه. اولا تشرفنا بوجودنا عندكم احباب واخوان، ويعلم الله ان لنا شرف كبير معرفه الرجال شرواكم. طيب الله يحييك. اخوكم يوسف المطيري من مكه ابو يزن.
من عشاق السفر، وتشرفنا والله بمعرفتكم وجيتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، أهلا بكم، فبكم يطيب أجمل لقاء، وتعانق الأطيار وأوراق الشجر، ويقبل النجم محب حبيبه، وتضم الأرض وأنوار القمر. الله يحييك. في أرض الفل تسلم الله أكثر. في أرض الفل والكادي، نحن اليوم لسنا بضيوف وإنما أصحاب المكان. الله يحييك. أتينا بقلوب تحبكم، تحب مشاركتكم، فلمثلكم تعجز الكلمات، تعجز كلمات الشكر وفاء لكم، فأنتم أهل الوفاء وأهل العطاء وأهل الإخاء وأهل البناء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها بناء أخويا يدوم، وبمحبة الله سبحانه وتعالى التي أتيناكم بها بإذن الله ستدوم. نحب السفر والسفر قربنا إليكم، ومن نعم السفر أن نجد هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان، أبو راشد والأستاذ علي الجوحلي والمشهور خالد وحمد، الأستاذ حمد والأستاذ يحيى شرفونا في خليص، وأبو محمد. حقيقة لا غرابة أن نزورهم، لأننا أتينا نرد الواجب. أنتم أصحاب الفضل في الزيارة الأولى. الله يحفظكم ويسعدكم ويجمعنا ويجمعكم دائما على المحبة الدائمة. عبد الرحيم نافع الصبح. يا مرحبا فيكم جميعا، والله أننا نتشرف بكم، وزدنا نور وشرف وعز وكرامة بوجودنا بينكم. فنشكر الله عز وجل أولا وأخيرا أن جمعنا بكم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض كما جمعنا في هذه الدنيا على الطيب وعلى المحبة في الله. أخوكم خالد المطيري أبو لما من جدة. أولا نقول حياكم الله جميعا، سعادة حقيقة بكم كسعادة الأرض الجدباء بالمطر. أخوكم أبو جود خالد أبو ريشان من صبية، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. أخوكم أبو فارس طه منصور خواجي من صبية. مرحبا ألوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم ورعاكم ما قصرتم، بيض الله وجيهكم على حفاوة الاستقبال. أخوكم مرزوق العتيبي بوب تندروسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أشكركم جميعا على حسن الاستقبال والحفاوة اللي شفناها، ولا هي غريبة عليكم لأنكم أهلا لهذا الشيء. معاكم غالب بن سليمان المحمدي أبو فراس من عشاق السفر. حياكم الله جميعا يا أخوان، ألف مليون مرحبا وسهلا، معكم أخوكم حمد خواجي من صبية. الله يسلمك، بيض الله وجهك. حتى نتكلم زيادة خليناها شعبيات. الله يسعدك، بيض الله وجهك. عندنا هذه هنا علوم الحنين، الحنيذ بالمرخ، هذا المرخ، هذه بهارات الحنيذ عندنا، المرخ سر الطبخه. نعم، نعطيله ملح فقط اللحم، ما نعطي غير، ما نعطي له اي بهارات. وهنا شغل المغشات، هنا شغل المغشات بالخضار والبهارات. وهنا هذه الدبه، الدبه ننزلها في النيفه زي ما هي كده. وهذه امور عدا امور المرسى، المرسى هذه اكله شعبيه جزائريه، يعني ملكه السفره. الله يكثر خيركم، الله يحييكم ويبارك فيكم يا رب. ايوه براشي اخر شيء البطاطس، هذه المغشات، المغشات شغل الحنين الشعبيه. الله الله، هنا شغل المرسى طيبه ما شاء الله تبارك الله. اخر شيء الملح، طبعا الماء نصب عليه وهي في التنور. المويه لازم يكون ساخن ولا عادي؟ لا مويه عادي، يعني لانه لو حطيته ساخن يعني لانه في التنور بياخذ له ساعتين. بالعكس خلوه دافي. الموت وجهه وتهلل وتراقصت بوجودكم رتب العلا، يتزاحم الترتيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه يتمهل متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أفضل.
هذه أبيات ترحيبية. لا يكتب الشعر إلا في غوالينا، لا يكتب الشعر إلا في غوالينا، ولا يليق سوى في شأن أهلينا. يا مرحبا ألف، والخفاق مبتهج بمن أتوا مرحبا زانوا نواحينا. جازان قد غردت لحنا وأغنية، وليس تخفاكم حتما أغانينا. من مكة الوحي يا أهلا بمن قدموا، على الرؤوس مقاما يا ميامينا. من المدينة دار النور حي هلا، نقول من سعدنا أهلا ملايينا. وجدة الشوق قد جاءوا أكارمها، ففاحت الدار ريحانا ونسرينا. وطائف الورد وافتنا حدائقها، بكل محترم وافاء راضينا. وينبع البحر قد جاءت مسلمة، فاستقبلتها على شوق نواحينا. في راس فيفا تراحيب معطرة، ومن فراسان قد هلت شواطينا. والفل في بيش في صبيا برائحة، حي الأحبة تعبيرا بما فينا. الأرض نسكن في أعماق ديرتها، وبين أعماقنا سكن غوالينا. أهلا وسهلا. أكتب في دمي حلما، حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سر نجواه. ويشكو حبنا لحنا كطير عاد مأواه، وأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه. وأمن في دجى زمن عنيد في خطاياه، شدون الحب لحنا، شدون الحب للدنيا، وفي شوق حملناه. ماذا عيننا؟ في جازان اللي هي المرسى، المكونات عندنا اللي هو البر، اللي هو الدقيق عفوا، وعندنا الموز البلدي من مزارع وادي بيش، وعندنا عسل ارياف صبيا، وعندنا سمن البقر البلدي، بنضبطهم الان. خضير بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لا مرس طبق العسل، بعدين السمن نضيف إضافة. أيوة ما شاء الله تبارك الله. ولا هالفين هين فراز إنه الحنين ما شاء الله تبارك الله. هذا الحنين جاهز، هذا بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، عشانا جاهز، عشا شعبي ولا أحلى. المر حنين المر، هذا أحلى سمن على المرسل. لا لا ابو ناصر يا هلا والله، وصل بقى عمر طويل. بيض الله يحييك، مرحبا بالالوف، يا سلام، مرحبا بالملايين والله.